ذات صوت العدالة، كنرحب بكم من جديد في البلاتو ديالنا في إطار فعاليات المؤتمر السنوي في النسخة 61 ديالو، المؤتمر السنوي الاتحاد الدولي للقضاة. الآن معنا القاضي توني باغون اللي تم الانتخاب ديالو رئيس الاتحاد الدولي للقضاة منذ لحظات. مرحبا بكم سيدي الكريم. من هو توني باغون؟ أنا توني باغون، قاضي بالمحكمة الفيدرالية الأسترالية وأول نائب للرئيس بالاتحاد الدولي للقضاة. وقبل لحظات من الآن تم تعييني رئيسا للاتحاد الدولي للقضاة، وهذه أول مرة يتم تعيين أسترالي بهذا المنصب. ما نوع المسؤوليات التي ستلقى على عاتقك بعد تعيينك بهذا المنصب؟ سوف أكمل ما بدأه كل من سبقني لهذا المنصب، وسوف أدافع عن استقلال القضاء وتخليق منظومة العدالة وخلق وعي قضائي لدى الجميع، وكذا توفير حلول للمشاكل التي لازلنا نعاني منها. نهنئكم من جديد بتقلدكم لهذا المنصب. سيدي الكريم، ما هو تقييمكم للمؤتمر السنوي 61 للاتحاد الدولي للقضاة الذي تحتضنه مدينة مراكش؟ حسنا، سنتحدث لكم انطلاقا من وجهة نظرنا كضيوف بهذا المؤتمر. لقد حظينا باستقبال أكثر من رائع، وهذا أمر طبيعي، فنحن في أرض التعايش والوئام. نشكر كل المغاربة الذين ساهموا في منحنا هذا الاستقبال الرائع وهذه التجربة المذهلة. يمكنني أن أقول أنه هام للغاية لكونه يشكل فرصة متاحة لتعميق أواصر الصداقة بين البلدان الإفريقية والأوروبية المشاركة. فخلال فعاليته تتم مناقشة الإشكاليات الخاصة بكل بلد، وسيعرف هذا المؤتمر عدة ندوات هامة تشارك فيها شخصية بارزة عالمية. ما هو تقييمكم لمثل هذه اللقاءات الدولية التي تجمع بين القضاة من مختلف أنحاء العالم؟ أنتم تعلمون أننا نعاني نفس المشاكل تقريبا بمختلف أنحاء العالم، لكن لكل منا طريقته في التعامل مع الأمور، فنحن لا نعالجها بنفس الشكل. ومثل هذه اللقاءات الدولية تمكننا من الاستفادة من تجارب بعضنا البعض وتطوير الخبرات والمكتسبات المهنية. نظمت المملكة المغربية هذا المؤتمر لمرتين، وكانت هي الدولة الوحيدة التي حظيت بهذا الشرف. ما قولكم في هذا الأمر؟ لقد بذلت المملكة المغربية مجهودات عديدة ليتم تنظيم هذا المؤتمر في أحسن الظروف، وهذا هو سبب اختيار المغرب كدولة منظمة للمرة الثانية. وسنكون في انتظار أن يتم تنظيم المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للقضاة للمرة الثالثة في المغرب، لأنه فعلا بلد رائع. ونحن بدورنا ندعو الجميع لزيارة أرض المغرب وقتما شاءوا، أرض التعايش والسلام والوئام. Thank you so much, Mr. Tony Baghon from Australia. Congratulations for being elected the president of the International Union of Judges. مشاهدينا كنشكركم للتتبع ديالكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.